انا بحسب تجربتي هنا وهنا يعني. اوكي طب استاذنك بس تاخد التليفون ده معانا على التليفون. كابتن محمد سمير لاعب نادي المقاولين العرب، مبروك ومبروك مرتين، مبروك الفوز ومبروك الهدف. اهلا بك يا كابتن سيد، ازي حضرتك طبعا، وبسلم طبعا على الكابتن اسامه والكابتن ماهر. مبروك يا سمير، الله يخليك. مش عارف اكلمك انا السنه اللي فاتت بقى، كنا لما نيجي نلعبكم نقعد نقول خلي بالكم الكرات الثابته، والكرات الثابته محمد سمير يعني على سن على كبر كده بقى يعملها نموذجيه. ما بقى صدقت بقى خدت فرصتي خلاص. الحمد لله يا كابتن، والله كله توفيق ربنا طبعا. لا الجولين السنه اللي فاتت انا فاكر واحد فيهم في الاسيوطي، الثاني مش فاكر كان في مين. واحد في لا ثلاثه هم، واحد اسيوطي وواحد انتاج حربي وواحد اسماعيلي. اه تمام، يعني نموذج ميسي، يعني تحس ان انت بتتفرج على حاجه غير عالميه. بحييك النهارده كمان، بحييك على المتابعه، يعني هي كره ثابته صحيح لكن المتابعه مش بتلعب بدماغك بس، فهايل جدا ومبروك مره ثانيه يا محمد. الله يبارك فيك يا كابتن، الحمد لله رب العالمين، وفوز مهم وفي توقيت مهم، فالحمد لله طبعا، الحمد لله رب العالمين، ربنا يكملها على خير يا رب. طيب السنه اللي فاتت كانت البدايه ما فيش اروع من كده بالنسبه للمقاولين العرب، امتدت البدايه دي تقريبا لحد الاسبوع العاشر او ال11 ان لم تخن الذاكره يعني. السنه دي الدور الاول. الدور الاول مظبوط كده. السنه دي يمكن البدايه مع الاتحاد تعادل ثم هزيمه من مصر المقصه، والنهارده يعني اول فوز للمقاولين العرب. في اختلاف ما بين البدايتين بالنسبه لك، ولا الامر انت عندك راحه نفسيه بالنسبه له يا محمد؟ لا في اختلاف طبعا، يمكن احنا السنه دي الموضوع مختلف يا كابتن طبعا عن اي سنه. انا قلت كده في كذا انترفيو قبل كده ان احنا السنه دي في احلام وتجديد كبير في الفرقه. السنين اللي فاتت كانت الفرقه يعني الى حد ما مستقره، وكان الجهاز الفني مستقر، وكان معانا الكابتن عوده بقى له سنتين ونص شغال مع الفرقه، فقدرت اللعيبه تحفظ شغله، وكان في لعيبه خبرات كبيره ولعيبه اسماء كبيره ولعيبه عندها خبرات دوري ممتاز. السنه دي الموضوع مختلف تماما، عندنا جهاز فني جديد، عندنا لعيبه صغيره كتيره زي ما بقول لحضرتك، في احلال وتجديد كتير، في عناصر الخبره اللي موجوده في الفرقه يعني يكاد يكون يتعدوا قليلين جدا. السياسه السنه دي مختلفه في النادي، مجلس الاداره ومع الجهاز الفني عايزين يلعبوا اكثر لعيبه شباب، شايفين ان اللعيبه الشباب اللي موجوده في النادي لعيبه كويسه. حضرتك سامعنا يا كابتن؟ سامعك، لا اتفضل. شايفين ان هم لعيبه كويسه، وهم تفكيرهم وتركيزهم ان هم يدوا فرصه للعيبه الشباب اللي موجوده في النادي ويقدروا يفكروا فيهم بعد السنين اللي جايه. فاحنا كلنا طبعا تركيزنا السنه دي ان شاء الله نعمل موسم كويس باذن الله. الجهاز الفني اللي معانا جهاز محترم، اللعيبه الصغيره واللعيبه الجديده اللي جايه كلها من الدرجه الثانيه هم لعيبه كويسين، محتاجين بس شويه خبره ومحتاجين مكسب، لان المكسب انت عارف بيدي كده يا كابتن. فطبعا احنا كخبرات في الفرقه بنقدر ننقل اللعيبه، وبنقدر نتكلم معاهم سواء في معسكرات او في تمرين، الكام واحد الكبار اللي موجود في الفرقه بيقدر ينقل خبرات للعيبه، وبنتمنى ان احنا ان شاء الله نعمل موسم كويس السنه دي، يعني نحط نفسنا في مركز كويس، ونبدا من السنه الجايه ان شاء الله نتكلم بقى في النادي المقاولين ان شاء الله يبقى في حته ثانيه باذن الله. باذن الله. مفتقد رامي عادل؟ مفتقده؟ مفتقده قوي بصراحه. انا عايز اقول لحضرتك يا كابتن يمكن معلومه ناس كتير ما تعرفهاش، انا لعبت مع رامي في كل الانديه، يعني لعبت مع رامي في الاهلي، لعبت مع رامي في سموحه، لعبت مع رامي في الاتحاد، لعبت مع رامي في المقاولين، دول الاربع انديه اللي انا لعبت فيهم. يعني انت هتبطل السنه الجايه يعني؟ بالتوفيق يا محمد، انت شخص جميل جدا وتستاهل كل خير، ويعني عندك ثقه في اللي جاي باذن الله، خلي عندك ثقه في اللي جاي وانت